النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات شيش اخر عظمه. سامعين المزيكا؟ يا مساء الفل والعظمه. النهارده هنعمل مع بعض سندوتشات شيش اخر عظمه ومعها كمان شويه كولسلو مختلفين، بس ايه الله وجه. يلا نشوف يتعمل ده ازاي. اول حاجه نعملها هنعمل تتبيله شيش طاووق، عباره عن ايه؟ معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه من الفلفل، نص معلقه توم بودره، نص معلقه من البصل البودره، نص معلقه صغيره من زيت البرتقال اللي هو قشر البرتقال مبشور من غير الابيض بتاعه، ربع معلقه من بهارات الفراخ، ونص معلقه من البابريكا. ممكن تحطوا شطه لو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي. عصير ليمونه، نص كوبايه زبادي، نجيب معلقه ثانيه عشان نشتغل بيها الصلصه، معلقه كبيره من صلصه الطماطم، ومعلقتين هريسه حاره او حلوه زي ما تحب، معلقتين كبار زيت زيتون او اي زيت نباتي بتحبوه. هنعمل كده، بعد كده نقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. قلبنا التتبيله بتاعتنا كويس، هننزل عليها بوراك الفراخ المخليه اللي هي الشيش، ونقلب الخليط بتاعنا كويس جدا مع الفراخ، ونسيبها تتبل في التلاجة نص ساعة. عقبال ما الشيش بتاعنا يتبل ويرتاح براحته في التتبيلة، ياخد ويشرب ويدي منها كده، هنعمل ايه؟ هنعمل السلطة بتاعتنا، لانها برضو محتاجة تتحط شوية في التلاجة قبل الأكل. أول حاجة هنعملها هنحط 3 معالق زبادي كبار. لو هنستخدم زبادي بلدي هنشيل وشها. و 5 معالق مايونيز. وزيت برتقال نص معلقه اللي هو برده بشر برتقال بس من غير الابيض بتاعه. وننزل بمعلقه عسل كبيره. يفضل دايما مع العسل نستخدم حاجه خشب، معلقه خشب. ونص معلقه من خل التفاح. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. بعد ما قلبنا الدريسنج بتاعنا اللي هو البيز بتاع الصوص، هنعمل ايه؟ هنجيب كوباية ونص من الكرنب الأحمر، عليهم كوباية ونص من خاصة كابوتشا أو الكرنب الأبيض. الصح بتاعها كرنب أبيض، بس الطعم اللي هيبقى مستصاغ معانا وهنحبه هو الكابوتشا. وكوباية واحدة من الجزر المتقشر المبشور. ونقلب السلطة جوه الدريسنج اللي احنا عاملينه. الخل دلوقتي يتفاعل مع جزيئات الكرنب ويبتدي يقلب لي السلطه للون بيربل كده، هيعجبكم جدا. كده السلطه بتاعتنا جاهزه. هنعمل ايه؟ لازم ندخلها الثلاجه شويه عشان تشرب من الطعوم وتنزل الميه بتاعتها. هندخلها الثلاجه نص ساعه، بعد كده نطلع الشيش ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده فات نص ساعه على الشيش في الثلاجه واكتر كمان من نص ساعه. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى نشك في السيخ بتاعنا بصل وفلفل، ونحط قطعة من الشيش. انا بفضل دايما تقطيعة الشيش كبيرة، انتوا عايزين تخلوها صغيرة براحتكم، ده تفضيل. بعد كده بصل وفلفل، شكلوا بقى في الالوان انتوا براحتكم، ونحط شيش تاني. المنظر ده كده، بصل وفلفل وفلفل تاني، نكتر فلفل، انا احب الفلفل. ونحط واحدة شيش كمان. بصوا التقطيعة كبيرة، عايزين تصغروها براحتكم. ونقفل عليها بفلفلات. عندنا الجريلا بتاعتنا حاطينها على نار متوسطة، جريلا أو طاسة أو صينية في الفرن حتى مش هتفرق. ونبتدي نوزع الزيت بتاعنا على الجريل كده، حاجة بسيطة خالص. لو مش عايز تحط زيت، الزيت اللي في الشيش كفاية، بس يعني ايه، ندلعه نخليه يلمع كده. نبتدي بقى ننزل الشيش بتاعنا. سامعين المزيكا؟
نبتدي بقى نقلب الشيش بتاعنا. لو ماسك سنة كده بصوا شايفين اللون والمارك بتاع الجريل. اوعوا حد يشتغل على جريل او على النار عموما وهو لابس جلافز. انت هنا لو اتلسعت هيبقى مجرد لسع، لكن لو لابس جلافز وساح على ايدك هتبقى مشكلة كبيرة جدا. بما ان بقى عاملين الشيش بتاعنا كده حتت كبيرة، نجيب باتيبان او فيينا او اي عيش فينو يكون مقلبس كده عشان يستحمل الحتت الكبيرة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنجيب العيش بتاعنا نفتحه وهنجيب اي دريسنج احنا حابينه، ممكن مايونيز، ممكن هاني ماستر، ممكن اي دريسنج انتوا حابينه. انا هنا مستعمل ساوث ايلاند. هنفتح العيش بتاعنا ونبتدي نحط الدريسنج عقبال ما شيش يستوي. ندهن الدريسنج بتاعنا، ما تبقوش بخه لو انتوا بتحطوا دريسنج، زود. هنبتدي بقى نشوف الشيش بتاعنا استوى ولا لا. خلاص استوى وبقى اخر عظمه. نجيب العيش بتاعنا نفتحه ونحط الشيش بتاعنا كده ونسحب بكل سهولة ويسر. وبكده نكون وصلنا لآخر الوصفة، أتمنى تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.